اهلا وسهلا فيكم شباب، حلقة جديدة من اخبار نصر الاسبوعية. طبعا طولنا عليكم فترة وهلا رجعنا لكم مرة ثانية. خليكم وركزوا معاي، حلقة مهمة ومليانة اخبار. يلا نبدأ. نيجي هلا للعبة سي اس جو. فريقنا زي ما انتم عارفين بلشوا ليس هي مين ليج. طبعا الشباب لعبوا فور ماتش سو فار، فازوا 3 وخسروا ماتش 1. بداية جدا كويسة انه فزنا اول ماتش، كمان اعطاهم كونفيدنس بوست وتوتال 3 وين 1 لوز. كثير دافع كويس، كيب ات اون شباب، نصر از فيكتور. ونيجي هلا للعبة ليج اوف ليجندز. طبعا زي ما انتم عارفين تي سي ال بلش ونصر مشاركه بالتي سي ال اللي هو الدوري التركي. طبعا الفريق المين تيم تبعنا لعب 4 ماتشز سو فار، فزنا 3 وخسرنا امبارح ضد سوبر ماسيف جي جي وبلايد الهوف. طبعا بدينا بفوز نظيف، 3 مباريات ورا بعض فزناهم، واللي شاف بالمباراه اللي قبل اللي فاتت لاست سوى توب لين دانس، اللي ما شافه شوفوه. Dark Passage tabii ilk iki ejderde herhangi varlık gösterememişti. Burada bulut ruhu olması onları Last onun için az da olsa bir tesellidir. Last bu arada bir kez daha kullanmadı ve eksek ultimatumuna harika karşı hamle. Last tek başına sürprese ediyor şu ana kadar Dark Passage'i Kaan Kural. Yalnız koridora harika oynadığı gibi. Yani şöyle bir takım savaşı her şeyi değiştirebilir. Yani Dark Passage bir kez daha Last karşı hamleyi kullandı ama şimdi 3. meydanda ayağı yükü geldi. Orada sersemleyecek. PBD'yi bir de sıçra attı. Bu iş artık birazcık maçı kazanmaktan ziyade Last'tan kurtulmaya dönüştü ama 4 kişiden kurtuldu Kaan Kural. حابب اقول لكم معلومه انه ممكن يصير تغيير بالروستر تبع المين تيم والاكاديمي تيم اذا الاناليست والمدربين اللي عندنا شافوا انه في واحد من لعيبه الاكاديمي بلايرز كتير مبدع او كتير شاطر او كتير يعني مستواه تفوق على الباقيين، في مجال انه ممكن يلعب في المين تيم، ممكن يجرب اسبوع يلعب مع المين تيم ويشوفوا كيف اداء هو ليفله وصل للمين تيم ولا لا، اذا لا بيرجع يكمل في الاكاديمي، اذا ممكن انه يبادل لاعب اذا هو صار احسن منه، واللاعب الثاني ممكن يرجع ينزل على الاكاديمي حتى انه مستواه يرجع يتطور اجين ويدخل على المين تيم. نيجي هلا لستريت فايتر ليج، مشوار طويل وقرب على الانتهاء. لعبنا اخر ماتش ضد الفا 3 وخسرنا 0-3، 3 لصالحهم، جي جي والبلايد لهم. طبعا اللي مو عارف انه خلص باقي لنا اخر ماتش ضد سايكو شينوبي وبعدين نبدا البلاي اوف. في البلاي اوف راح نلعب فريقين، راح نلعب مباراتين، ومن المباراتين هذول بيحددوا مين التيمين اللي راح يفوزوا يتأهلوا للجراند فاينلز اللي راح تصير في امريكا، بس لسه ما اعلنوا وين بالضبط. لكن حصل تغيير بسيط، تتذكروا انا قبل هيك قلت لكم انه اعلى فريقين راح يلعبوا مع اعلى فريقين باليابان وبعدين يلعبوا ضد بعض والاحسن فريق بيفوز، كنسلوها فعملوا تصفيات تصفيات اليابان لحال وتصفيات يو اس لحال، هي تصفيات امريكا. ف إذا احنا بالبلاي اوف سوينا كويس ممكن احنا وتيم يعني احنا وتيم حنوصل للنهائيات ونلعب ضدهم في النهائيات، والتيم الفايز باخذ البرايز بول. فشباب شدوا حيلكم وما اوصيكم، نصر از فيكتور. فاخر خبر لليوم، تيكن ماستر يفوز ويك 2 كواليفايرز من برو كومبيتيشن. طبعا قلنا لكم انه في 10 ويكس، كل ويك بتلعب حسب المركز اللي بتجيبه بتحصل نقاط، واعلى واحد في النقاط او اعلى 8 هم اللي بيتاهلوا للبطوله. ف تيكن ماستر سيد هاشم شد حيلك، نصر از فيكتوري. هيك نكون وصلنا معكم لنهايه الحلقه، يعطيكم العافيه وشكرا على المشاهده، مع السلامه.